إذن عن تداعيات محاولة اغتيال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون واتهام الحرس الثوري بالتورط فيها، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بشأن الإيرانية محمد المذحجي. أستاذ محمد، مرحبا بكم. طبعا من المنطقي أن تنكر الخارجية الإيرانية الاتهامات بمحاولة الحرس الثوري اغتيال جون بولتون، لكن ما الذي يدفع الولايات المتحدة باتهام إيران بمحاولة الاغتيال؟ هل تحتاج أمريكا لصناعة كذبة لمعاقبة ملالي إيران؟ في البداية أحيي حضرتك المشاهدين الكرام. طبعا محاولات اغتيال داخل الولايات المتحدة هي ليست الأول من نوعها، إيران تقوم بتنفيذها، منها كانت محاولة اغتيال عادل الجوير السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة وزير خارجيتها، نعم، ومخططات أخرى. وطبعا هذه ليست بمعزل عن تعاون جهات داخل الولايات المتحدة مع إيران، وعلى رأسها الوكالة المركزية للمخابرات، وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، وتستخدم CIA وتساعد إيران على توجيه الضربات لمن يعارض سياسات CIA والإستابليشمنت، يعني المؤسسات الدولة العميقة العملية السياسية في الولايات المتحدة. ويعرف جون بولتون وكذلك مايك بومبيو وحتى ترامب بأنهم يعارضون هذه الدولة العميقة والمؤسساتية في الولايات المتحدة، فهذا جزء من الصراع في الولايات المتحدة. النقطة الثانية، الآن إدارة بايدن، إدارة أوباما بايدن هكذا نصفها، لأن الخارجية الأمريكية تدار من قبل فريق أوباما بالكامل، وأيضا هيلاري كلينتون، يحاولون إعادة إيران إلى المشهد الإقليمي والدولي من خلال مقترح جديد. وهذه في الواقع ما نشهده من التصريحات والإشارات إلى تورط إيران في محاولة اغتيال لمسؤولين أمريكيين سابقين، هي في الواقع ضربة شديدة وضربة قوية لسياسة أوباما بايدن لمساعدة إيران وجر إيران والإفراج عن العقوبات على إيران وكذلك الحرس الثوري. يعني بمعنى آخر، الآن إدارة بايدن ستكون محرجة، خاصة الخارجية الأمريكية التي تحاول كل جهودها لإلغاء العقوبات على إيران، خاصة الحرس الثوري. وجيك ساليفان، يعني معمار الاتفاق النووي هو جيك ساليفان مستشار بايدن للأمن القومي، الذي كان حينها مساعد هيلاري كلينتون، وهو الذي تفاوض مع مستشار خامنئي الأعلى علي أكبر ولايته في سلطنة عمان وتوصلوا إلى الاتفاق النووي. ويعرف في وسائل الإعلام الأمريكية جيك ساليفان بأنه معمار الاتفاق النووي. وبالمناسبة جيك ساليفان هو عضو في منظمة لوبي آيباك الصهيوني، العالم الشهير. فكل هذا المشهد الذي نشهده الآن له علاقة بملفات متشابكة. أستاذ محمد، لو استعنا بما يقوله مراقبون، يقولون إن محاولة الاغتيال جاءت ردا على مقتل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وهو ما يعني صرح به قادة إيران والحرس الثوري أكثر من مرة. ألا تجد أن قراءة المشهد بهذه الطريقة يقترب من المنطق نوعا ما أستاذ محمد؟ نعم، طب موضوع سعر لقاسم سليماني هذا غطاء لكل القصة. نعم، وطبعا قاسم سليماني أول من معني بأخذ السعر اغتياله هو CIA، لأن قاسم سليماني كان ينفذ أجندة CIA والاستبلشمنت في العراق وباقي المناطق، وهذا لم يعد خفيا. محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني السابق قالها صراحة، أن هناك كان تنسيق بين قاسم سليماني وقادة القوات الأمريكية الاحتلال الأمريكي في العراق. وكذلك قال أن قاسم سليماني في جامعة طهران، قالها محمد جواد ظريف خلال خطاب معه أمام الطلاب وتم نشره في وسائل الإعلام الإيرانية، بأننا ساعدنا الأمريكان في احتلال أفغانستان، وهذا الرد الذي الآن نشهده من الأمريكان هو غير منصف. يعني كان ينتقد الأمريكان أنهم لم يردوا الجميل على التعاون الإيراني معهم في احتلال العراق واحتلال أفغانستان. وهذه الضربة اغتيال قاسم سليماني التي جاءت على يد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هي في الواقع ضربة للCIA ومن مع CIA. ولا ننسى أن الصراع بين CIA والاستخبارات العسكرية الأمريكية لم يعد صراعا خفيا
او لا احد يعلم عليه. هذا صراع اصبح له اكثر من 4 عقود بين السي اي اي والدي اي اي. نعم. الدي اي اي هي في الواقع الاستخبارات العسكريه التابعه للجيش الامريكي. نعم. فهذا الصراع اللي الان نشهده في امريكا ايضا له علاقه بهذا الصراع المخابراتي داخل المتحده. نعم استاذ محمد من لندن المتخصص بشان الايراني محمد المذحجي، شكرا جزيلا لكم.